شايفين دي سماعة، شايفين كمية التراب والعفرة اللي فيه؟ يعني ده ما تدخل وتقول له علي لي الصوت من جوه ازاي وكمية التراب دي موجودة؟ مهما عليت في التليفون والصوت من الداخل مش هيظبط. هنعمل لكم دلوقتي تنظيف لها كامل ان شاء الله ونرجعها بدون لا تعلي من جوه ولا تعلي من بره. دي فرشة شايفين اهيت، ودي مادة كحولية، وده الجهاز، وده سلك رفيع. هننضف دلوقتي السماعة اللي انتوا شايفينها مسدودة وصوتها ما بيطلعش اصلا، يعني صوتها ضعيف جدا. دي الفرشة هنحط عليها المادة الكحولية كده، اي عطر عندك فيه كحول هتطفي التليفون وهتيجي في مكان السماعة وهتبدأ تنضف زيادة. مش مشكلة طول في التنظيف، يعني خد دقيقة مش مشكلة، نضف كتير كده وانت طافي التليفون. مادة كحولية عشان تطير، تمام. ان شاء الله بعد ما هتنضف هتحس بفرق في الصوت. شايفين نضفنا كمية تراب من عليها ولسه فيه. فتحنا الشبكة بتاعت السماعة ازاي، وده بعد تنظيف دقيقتين. شايفين في فرق الشبكة بتاعت السماعة فتحت ازاي، الفتحات كلها بدأت تفتح اهيت والصوت هيرجع معاك. ده تنظيف دقيقتين. عايز تنظف 5 دقايق ما تخليش ولا فتحة من دولة الا تنظفها، هيرجع معاك الصوت 100%. وكذلك في الجرس من هنا ما تسمعوش لحد بقى يقول لك علي التليفون من جوه، مفيش ولا واحد من اللي صوره التصوير ده قبلك، جابلك قبل وبعد، تمام. بعد ما هتنضف كده والله ان شاء الله انا واثق ان الصوت هيرجع معاك زي اللي كان طالع من الكرتون. وهنجرب دلوقتي صوت السماعه بدون ما كمان ما نحطها على ودننا، يعني هسمعكم الصوت. سامعين يا جماعة الفرق؟ والله نظف بس بالفرشة. أي جهاز عندك، أي جهاز عندك، هات فرشة تكون خشنة شوية الفرشة، ونظف بأي مادة فيها كحول واطفي التليفون وشغله بعد ربع ساعة وشوف الفرق.